لن تنتهي قبل إسقاط الفاسدين ونظامهم المبني على المحاصصة الطائفية. ثورة تشرين بشبابها وشيبها تعود إلى واجهة الأحداث الاستثنائية في العراق في الذكرى السنوية الأولى للموجة الثانية من التظاهرات، حيث شهد العام الماضي توقف الموجة الأولى التي بدأت مطلع شهر تشرين الأول احتراماً لشعائر زيارة الأربعين قبل أن تستأنف التظاهرات في 25 من الشهر نفسه. ساحة التحرير في بغداد وأخواتها في باقي المحافظات المنتفضة مسرح وطني يعج بالمظلومين المنادين بالتحرر من قيود الفساد والتبعية للخارج، وما أكثرهم فساد مالي وفشل إداري ونظام مبني على المحاصصة الطائفية، عوامل رئيسة فجرت هذه الثورة بعد وصول العراق إلى نقطة الانهيار في كل شيء. ثورة سلمية بروح عصرية عبرت عنها حناجر الشباب المنتفض وأناملهم التي رسمت أنموذجاً لغد عراقي مشرق يخلو من الدم والفوضى وإلغاء الآخر. ثورة متجددة ملؤها الإصرار على التغيير الشامل ولا شيء سواه، بعد أن أحرقت دماء شهدائها أوراق أحزاب السلطة، فلم يعد لدى الأخيرة سوى المزيد من القمع والترهيب علّه يسكت عبثاً أصوات الثائرين ليأتي الرد من جهتهم. لم ينجح القمع ولا القنص ولا الدهس بالعربات العسكرية ولا قنابل الغاز وغيرها من أساليب السلطة في إخماد جذوة الثورة. وبعد مرور أكثر من عام يبدو بأن الأحزاب الحاكمة لم تفهم بعد أن العراقيين يريدون وطناً خالياً من سطوتها. ناشطون في تظاهرات تشرين أكدوا أنهم حريصون هذه المرة على منع اختراق تظاهراتهم من قبل مندسي الأحزاب وتفويت أي فرصة لتصعيد العنف والتخلي عن سلمية التظاهرات، في ظل أنباء تتحدث عن نية المتظاهرين نقل خيام اعتصامهم إلى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد وغلق المؤسسات الحكومية تعبيرا عن الغضب الشعبي المتصاعد من جراء عدم تنفيذ أي مطلب من مطالب ثورة تشرين منذ انطلاقها.